بعد السنتين توفى بعد ما سكناها، كنت أخبز على الصاج، أطبخ على الحطب، صرت أداري على أولادي، وأطلع أنا اللي أشتري، أنا اللي أجيب، أنا اللي أودي. كانت عندي بنت مريضة عندها شلل بدماغها، توفت من 15 شهر. ولسه في رهن 10,000 مرهونة كمان مرة. بس لا يعني انه يتخلى عن مسؤولية اولاده، عرفت علي؟ لانه ما بحس بقيمة اولاده، مش يعني مش ابوه. انا بحكي انه الناس كلها تطلع لنا بعين رحمة. الله كبير، الله ما بنسى حدا. بحب أولادي إنهم يكونوا عايشين أحسن حياة في الدنيا وما ينزلوا لحدا. إحنا بنحلى بالبيت.